رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. موضوعنا اليوم شلون ممكن نوصل لمرحلة إلى الاتزان النفسي ونتخطى عقبات ممكن تأثر علينا نفسيا بنجاحنا. يعني أنسام وايد أشخاص نلاحظهم للأسف من أقل موقف يوقفهم يعني ويكون عقبة فعلا في وصولهم إلى النجاح وأنه يوصلون حق أهدافهم. طبعا هذه مشكلة، وأغلب الناس دائما يكون لهم علاقة بالماضي من مآسي وأحزان، وتكون ما قدرت تطلع من الحياة بتفاؤل. ونرحب اليوم معنا بالدكتورة نادية الخالدي، دكتوراة علم نفس. يا أهلا ومرحبا فيك دكتورة. أهلا دكتورة. عندنا تقرير بسيط راح نشوفه ونرجع مشاهدينا. رجعنا مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة نادية الخالدي. صباحك الله بالخير وحياك الله معنا دكتورة. صباح النور. صباح السرور. صباح الورد. في البداية ودنا نتعرف على التعريف العلمي للاتزان النفسي، شنو هو؟ الاتزان النفسي هو التوافق النفسي بين مشاعرك وبين انفعالاتك وبين ردات فعلك الخارجية، يعني التوافق بين ما تشعر فيه وما هو موجود في الداخل، مع طريقة تعاملك مع أحداثك في الحياة وطريقة تعاملك أنت مع مشكلاتك الخاصة. نعم دكتورة، بالشرح يبين أن الموضوع سهل لكن ممكن يكون صعب على الشخص أنه يوصل حق الاتزان النفسي. إي طبعا أكيد. فشنو هي الطريقة عشان الشخص ممكن أنه يوصل لمرحلة الاتزان النفسي؟ والله شوفي، أن إحنا عندنا في المجتمع عندنا مشكلة اللي هي ما عندنا حرية نفسية. يعني كيف ما عندنا حرية نفسية؟ يعني إذا أنا يعني متضايق ما أتوافق مع الضيقة، إذا أنا حزين ما أتوافق مع الحزن، إذا أنا يعني أشعر بقلق لا أتوافق مع القلق. هم في جزئية وايد مهمة، ألا وهي مثلا أنا اليوم عند ما يعني مالي مزاج اني اعمل شيء في يعني في هذا اليوم، خل اتوافق مع هذا الشيء. احنا عندنا مقاومه مع المشاعر، فكل شيء تقاومه يتحول الى مرض، يتحول الى حاله عدم اتزان. يعني في الحياه في قانون، اذا لم تتزن انت داخليا فعكس الاتزان هو الاختلال. فهذا السبب ان احنا يعني عندنا مشكله في الاتزان. والكلام فعلا سهل، ليش التطبيق صعب؟ لان احنا ما تعلمناه في حياتنا. ما عندنا يعني لما يجي شخص يبي يبكي نقول له لا تبكي، عبر عن مشاعرك. إذا أنت مثلا عندك شفت شخص مثلا يعني يشعر بقلق دعه يقلق، يعني خله يقلق عشان يخرج من حالة القلق. لكن أنت لما ما تعطي الناس حرية في أن هم يعبرون عن مشاعرهم، فأكيد هذا نوع من أنواع الاختلال. نعم، يعني الموضوع كله متعلق بالمشاعر. كيف ما الواحد عبر عن مشاعره سواء كانت حزن ولا فرحة، الموضوع راح يخفف عليه أنه تتراكم عليه الأمور، ممكن يوصل لمرحلة أنه يكون غير متزن نفسيا. لكن دكتورة، في بعض الأشخاص أحيانا يبالغون، يعني انه هو اوكي قاعد مثلا وحده تضايقت وقاعد تبكي، تدخل مرحله اكتئاب يوم يومين ثلاثه اربعه، فشلون ممكن هي يعني تحقق الاتزان ما بين ان هي تتضايق وتعبر عن مشاعرها لكن الموضوع ما يطول معاها وايد؟ والله شوفي، انا في عمليه تنظيف نفسي دائما اتكلم عنها، يعني هي يعني استشفيتها من طبعا تخصصي ومن يعني الآية القرآنية وآيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليالي سوية. يعني كل شعور عطى ماكسيموم ثلاث أيام. ليش؟ لأن الثلاث أيام هذه أنت عاد يعني بالغ في البكي، بالغ في ردات فعلك، بالغ في الغضب، يعني طلع كل شيء، كسر الدنيا. كسر الدنيا. إيه طبعا، يعني أنا دائما أقول اللي يعني يخجل إنه يعبر عن الغضب خليه يروح الملاهي، يصرخ يركب لعبة، يصرخ ويعبر عن الشعور هذا فيبدأ يتزن بعدين. لكن إحنا نحتاج إن نعبر عن الغضب بأي شكل، سواء كان إنه يعني إن نبكي، سواء كان إننا نصارخ، سواء كان نعمل رياضة. يعني في كثير من الحركات اللي يستخدمونها الأطباء النفسيين والمعالجين هم تصلح أن أنت يعني تتخلص من الغضب منه. فيعني نرجع حق كيف أن احنا هذه يعني أن الصوم النفسي اللي هي لا تكلم الناس ثلاث أيام، يعني ثلاث أيام ابتعد عن الآخرين و توافق مع مشاعرك. بعد ثلاثة أيام هذه خلاص أنت تعمل نقطة، يعني الحياة لازم فيها نقطة، ما يصير إحنا نحط فواصل، لابد في نقطة عشان نبدأ صفحة جديدة ونبدأ أشخاص جديدين في حياتنا. دكتورة ذكرتي إن ثلاثة أيام ممكن يكون شخص يعني صارت له أحداث بالماضي يعني كبيرة وايد يعني مأساوية،
فهل تكفي 3 أيام؟ كافية جدا 3 أيام. إذا 3 أيام هذه ما قدرت أنت تتفق فيها مع نفسك، اذهب إلى معالج. أفضل المعالجين ما شاء الله، إحنا بالكويت عندنا يعني طاقات شبابية، معالجين مميزين جدا. اذهب إلى معالج، 3 أيام كافية أنك تخرج من الحزن. 3 أيام طبعا ورا بعض، يعني أنك تروح حق هذا المعالج يكون تحت إشرافة، كافية أنك تعبر عن الغضب. بعد في علم جديد نازل الحين في علم النفس رائع جدا، اسمه التنفس التحولي، أن كيف أنت من خلال التنفس تتخلص من جميع الآلام المخزنة داخلك. يعني في نقطة في المشاعر إحنا ما نعرفها أو ما إحنا منتبهين لها، ألا وهي أن الشعور الذي تهمله يقتلك، يتحول إلى مرض، ينتقم منك. يعني الحين الجهاز العصبي شنو يعمل؟ الجهاز العصبي يستقبل إشارات من الحدث اللي يصير إلى المخ، المخ يعطيه ردة فعل. طيب أنت إذا طول الوقت الجهاز العصبي هذا شغال في القضب، في التوتر، في يعني الاكتئاب، هذه كلها أشياء تأخذ طاقة، فإذا أخذ الطاقة الجسم يتعب، إذا تعب الجسم فيبدأ هو يخاطب وظائف، أنت قاعد تمشي في شكل منتظم وأنا قاعد أتعب شعوريا، لا تعال شاركني هذه الجزئية. إحنا في النهاية إحنا يعني مع بعض في مكان واحد، لابد أن أنت تتفاعل معي. عشان كذي أن تبدأ الأمراض، وأول جهاز يتعرض للمرض اللي هو الجهاز الهضمي. نعم دكتورة، يعني كثير من الأشخاص يمرون يعني بمراحل في حياتهم، فنقول لهم خلاص تخطوا، لازم تتخطون هذه المرحلة، خاصة الأمور السلبية في حياتهم أو المرحلة السلبية، يتظاهرون إقبال الناس إن هم أوكي ومبتسمين، لكن في الواقع هم يعيشون يمكن يوميا يتذكرون الأمور السلبية وليش صار كذي وليش ما صار كذي. هل يعني هذه الأمور أيضا تخلق عندهم ضغط نفسي مضاعف إذا ظهروا إن هم سعداء لكن في الواقع هم يحملون حزن؟ لا أؤيد المقاومة أساسا، أنا أؤيد الاستسلام. يعني أنت عشان تعالج كل شيء موجود داخلك، كل حدث مؤلم في حياتك، كل فشل، كلنا تعرضنا إلى مواقف، ممكن أخطأنا في الاختيار فيها، ممكن عملنا يعني عملنا سلوكيات لا تناسب الحدث أو لا تمثلنا، أو ساعات في ناس كثير تعيش شخصية ما هي شخصيتها، أو تعيش نمط ما هو نمطها، نوع من أنواع الضياع. سامح نفسك، خلاص أنت أخطأت، يعني طول الوقت أنت تخطأ، سامح نفسك، اعترف أنا أخطأت في الموقف الفلاني وأستعد أني أنا أسامح نفسي. يعني التسامح يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول أن التسامح هو خير لنا، شنو يعني خير لنا؟ الجهاز العضلي يرتاح من التسامح، الجهاز العصبي يرتاح من التسامح، الأوعية الدموية ترتاح في التسامح. أنت لما تسامح شخص أنت تنتقل من طاقة إلى طاقة، الكون هو إنعكاسك. إذا أنت ما سامحت نفسك راح تجذب طول حياتك ناس مو متسامحين، راح تجذب طول حياتك ناس عندهم ظروف سيئة. أنتوا لاحظوا الناس اللي حواليكم، الناس المكتئبين دائما حواليهم ناس مكتئبين، الناس الفاشلين وسطهم فاشل، الناس الناجحين وسطهم ناجح، كل شيء انعكاس. فأنت لما تسامح تجذب ناس متسامحين فتعيش على نمط التسامح. نصايح وايد حلوة الدكتورة، وحضرتك ممكن كنت طبقتيها في عندك تطبيق بالأب ستور اللي هو اسمه سافر إلي بالأوراق ذاتك، ممكن تكلمين عنه؟ هو تطبيق أنا مألفة سلسلة اسمها سافر إلي بالأوراق ذاتك، هي سلسلة تطويرية نفسية علاجية قصصية، وبإذن الله راح تكون مسرحية. السلسلة هذه تعني إن إحنا نقطع تذاكر لكل العالم، لكن في مرة أحد فينا قطع تذكرة إلى نفسه، إلى مشاعره، في أحد يعرف كيف يتنفس، في أحد يعرف ضربات قلبه كيف تكون، في أحد يعرف الغضب وين موجود في جسده. ما نعرف هذه الأشياء، متى نعرفها؟ لما الجسد يصل إلى حالة يعطينا مرض. كيف يعطينا مرض؟ يعطينا مرض ان انت ما انت عارف تتعامل معي شعوريا، فتفضل هذا المرض عشان تعرف ان انت عندك خلل. نعم هذا التطبيق معنا على الشاشه.
طبعا نعم. اغلب الامراض العضويه هو سببها نفسي. حلو. التطبيق هذا في جميع تمارين النفسيه في تمارين يعني ايضا طبعا اكيد في مشاكل وعلاجها النفسي. التطبيق هذا في قناتي في اليوتيوب، في قناه التليجرام عباره عن كيف تفهم ذاتك، كيف تخطط لحياتك. كذلك في اصداراتي كامله وفي الدورات التدريبيه اللي احنا نطرحها، كذلك في المسرح النفسي ان شاء الله اللي سيعرض في نعم. كل الاشياء اللي أنا أقدمها في هذه السلسلة. نعم. حلو أن أنت وظفتي هذا النوع من العلاج في المسرح، وأساسا يعني في دراسات كثيرة تقول أن المسرح فيه تفريغ للطاقة، وأيضا الفن بالنهاية رسالة مفروض إحنا نوصلها للمجتمع بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. إذا نبي نتكلم عن الأشخاص اللي دائما متعلقين في الماضي، يعني شنو أسهل طريقة أن ممكن الواحد يتخلص من الماضي يقول خلاص أنا سامحت الماضي ونسيت الماضي؟ أحيانا في أشخاص يقولون ترى الكلام سهل لكن التطبيق وايد صعب. شوفي أنا بقول لك شغلة، اللي دائما إحنا لما ما نعرف شيء نخاف منه. نعم. يعني أنا لما أوديكم تجربة جديدة في حياتكم عمركم ما سمعتوا عنها، عمركم ما خضتوها، عمركم ما شفتوا أشخاص قدامكم خاضوها، هني ما تعرفون تعدوا، يعني راح تصير عندكم حالة من الخوف. الخوف هو عدو الإنسان. طيب شنو معنى الخوف؟ الخوف معناه نقص معلومات. أي شيء في حياتك عندك نقص معلومات منه أنت تخاف منه، كذلك مشاكلك في حياتك. نعم. ما عندك خبرة فيها، ما عندك طريقة فيها، ما عندك خطوات تتعامل فيها، ما عندك نماذج أمامك تخرج من هذه المشكلات. طبعا أكيد أن أنت ستفشل فيها، يعني ليش؟ لأن لا أنت قاعد تشتغل على نفسك ولا عندك نماذج حواليك ولا عندك خبرة. مع الأسف مدارسنا ما عندنا مواد حياتية، ما عندنا مواد تعلمك كيف أن أنت يعني تتخلص من المشكلة. طيب كيف أتخلص من الماضي؟ أول نقطة قلت لك التسامح. ثاني نقطة غير السيناريو. طيب أن أنا حدث لي هذا السيناريو، إذا تغير هذا السيناريو كيف راح تكون مشاعري؟ بعدها أقول أنا ماذا تعلمت من هذا الموقف؟ أكيد أنا حدث لي هذا الموقف لأن أنا عندي نقص معلومات. طيب شنو القيم المستفادة اللي أنا أستفيدها من هذا الموقف لي يعني أخوض موقف جديد، في تجربة جديدة، في تفاعل جديد، في نجاح جديد؟ كل خطأ أو كل عرقلة في حياتك تنبهك أن أنت تمشي في الطريق الخطأ. طيب كيف أتصالح مع الماضي؟ أني أكسب خبرة منه. الخطوة الثالثة واللي هي أهم من هذا كله، أن الماضي هو عبارة عن انعكاس لداخلي. أبدي أنظف داخلي، أبدي أعرف أنا ليش جذبت أشخاص سيئين. أكيد أنا فيني شعور سيء تجاه هذه النوعية من الناس. أنا دائما أقول إذا أنت تجلب كذابين أنت الكذاب. إذا أنت تجلب ناس يخونونك في حياتك أنت تركز على الخيانة. إذا أنت تجلب مثلا جميع الناس اللي يعني عندهم ما مثل ما احنا نقول بالكويتي لف ودوران، أنت تعشق اللف ودوران. الكون يعكسك في الكامل، دقيق جدا. يعني ما يصير أن أنت مثلا بشرتك بيضة ومصفف شعرك بشكل جدا ممتاز أن المرآة تعكسك أن أنت شعرك ما هو مرتب أو أنت مثلا في لون مخالف إلى لونك. المرآة الحياتية تعكس حقيقتك، حقيقتك فقط. فلما تشوف ناس قدامك ما هم سويين لا تحاسب هذه الناس. من الأفضل أنه بدال لا تحط صبع أمام هذه الآخرين عندك أربع أصابع موجهة لك تحاسب بها نفسك. كلام جدا جميل دكتورة، واستفدنا وايد. نتمنى مشاهدين اللي يكونوا استفادوا، ونشكرك على حضورك اليوم على معلوماتك القيمة. يعطيك العافية. شكرا أنا. شكرا للدكتورة نادية الخالدي نورتينا في شاي الضحى. الأمانة إنسان معلومات جدا استفدنا منها والله. وحلوة ترى في طرق وايد حلوة أن الواحد يتخلص من الماضي طبعا. يعني أعرف ناس يروحون المطاعم اليونانية عندهم طريقة بعد ما تخلصين الأكل يكسرون الصحن. أنا مدمنة السالفة هذه، طبعاً الطاقة السلبية اللي فيش كلها. أيضا من الأمور يعني الملفتة للانتباه أن أحيانا الواحد يسترجع الماضي بس بأمور مميزة، خاصة الشخصيات الكرتونية اللي لازلنا نسترجعها. في معرض مميز زارتها كاميرا شاي الضحى يتكلم عن أمور كثيرة خاصة بعالم الكرتون، وأيضا البلاي ستيشن لعشاق البلاي ستيشن. طاقات شبابية كثيرة تعرفنا عليها راح تتابعونها من خلال هذا التقرير.